كابتن ضياء، قبل ما اتكلم مع حضرتك عن الماتشات الدوري الممتاز والاهلي والزمالك، واتكلم معاك خاصه عن النادي الاهلي، يمكن محمد ابراهيم واحد من اهم اللعيبه اللي حضرتك جربتها، وده كل ما بتروح مكان لازم تتسال على على محمد اثنين او ابراهيم. ثلاثه: محمد ابراهيم، محمد صلاح، محمد النني. وانا هتكلم معاك دي دول الاسئله الاجباريه اللي حضرتك ايه، بسم الله ما شاء الله، يعني كلهم والله، وحجازي صح، والشناوي وعمر جابر وعمر جابر صح كده، واحمد لكن صبحي دلوقتي وكلهم وكوكا وكلهم، بس يعني دلوقتي كابتن ما ضياء شاء الله اللي عليك. سرق الاضواء في الدوري المصري او اللي خاطفها هو محمد ابراهيم. محمد ابراهيم بيأدي بشكل رائع جدا، وسمعنا بعض الكلام او بعض المصادر بتقول ان نادي مصر للمقاصه اتفق او قال ان محمد ابراهيم هنبيعه مش باقل من 2 مليون دولار. هل حضرتك شايف ان فعلا محمد ابراهيم ينتقل الى النادي الاهلي؟ هل ده افضل له؟ هل في شايف ان في مفاوضات او ممكن حاجه زي دي تنفع ما بين النادين الاهلي والمقاصه؟ انا اتمنى ان محمد ابراهيم ينتقل للنادي الاهلي، وقلت الكلام ده في اكتر من مكان وبقوله دايما، ولان عارف امكانيات محمد ابراهيم، وقلته قبل ما الدوري يرجع، وقلت قد ايه هو امكانياته كويسه، وقد ايه هو لعيب منتخبات، وقد ايه هو لعيب فرق كبيره. كان في نادي كبير، نادي الزمالك، ودلوقتي موجود في نادي كبير، نادي المقصه. هو فاجئ الناس كلها بمستوى عالي، وانا بقول ان ده يعني مش كل مستوى محمد، يعني انا اشتغل معاه 3 سنين، محمد مستواه كمان عنده حاجات كتيره، هو ما لقى الاريحيه وبيشتغل فطلع جزء كبير. بس ينفع مع الاهلي مفاوضات محمد او كابتن؟ ينفع جدا جدا، مفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. تعرف انا عايز اي يعني حاجه، كميته اي شخصيته، حاجه شخصيته ده سؤال مهم يا كابتن. تتحمل المسؤوليه، شخصيته محب للكره جدا بشكل كبير جدا، هو لعيب انديه كبيره، لعيب منتخبات زي ما قلت لك، عايز يثبت ذاته ويرجع نفسه تاني عشان المنتخب بشكل كبير جدا، لانه حاسس انه ضاع منه اوقات كتيره جدا، ما بين الاصابات وما بين عدم اللعب لحد ما انتقل للمقصه. فانا بشوف انه هتبقى حاجه لعيب مميز، وهيبقى حاجه مفيده للنادي الاهلي مع المجموعه الكبيره، مع اسم النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي هيديله التزامات كبيره جدا، يقدر يطلع الحاجات اللي لسه ما طلعتش، والباقي الحاجات مع مدرب كبير زي فايلر، مع مجموعه ممتازه، مجموعه دلوقتي السكواد بتاع النادي الاهلي مجموعه ممتازه. انا بعتقد انه لو الامور مشيت، اتمنى انه محمد، وبعدين العمليه سهله عنده، هو فاضل له سنه على اخر السنه الجايه، فالعمليه سهله، والزمالك باعه بيع نهائي للمقصه، يعني تحس كده ان عمليه سالكه مسلكه نفسها، وهو متالق بشكل كبير جدا. اذا رغب النادي الاهلي، يعني اذا رغب النادي الاهلي، معرفش انا النادي الاهلي واحتياجاته، حسب احتياجاته يعني، لكن انا اتمنى اشوفه في النادي الاهلي، لان حاسس ان الحجم الفايده هيبقى كبير يعني. ازاي الاهلي يستفيد من كهربا يا كابتن ضياء؟ يمكن كهربا خلاص على بعد ماتشات بسيطه جدا، ويرجع تاني من الايقاف بعد ما توقف 10 ماتشات، علشان الاهلي عنده مباراه مهمه مع الوداد المغربي. ازاي الاهلي يستفيد ويستغل كهربا بعد الازمه الاخيره، وبعد ما اتحلت والموضوع خلص في بطوله الدوري ومن بعدها في دوري الابطال؟ هو الجزء الاكبر على كهربا، يعني الجزء الاكبر على كهربا. النادي الاهلي لم الموضوع بسرعه واتقفل، وكهربا اعتذر، والجزء اللي فاضل على كهربا، لانه الفتره اللي شفتها في الماتشات الوديه لما قالوا الدوري هيرجع، انا شفت مستواه كويس وبيتمرن كويس، وعلى حد علمي هو بيتمرن كويس، واللي هو لازم يعرفه، لازم يعرف ان هو النادي الاهلي حاطط عليه عبء كبير جدا في بطوله افريقيا طبعا. هو لعيب عنده خبرات، لعيب كويس، جه النادي الاهلي، المفروض ان هو النادي الاهلي جايبه علشان يستفيد منه بشكل كبير جدا. خلاص الفترة اللي جاية دي لازم يلتزم التزام تمريني كويس جدا، تدريبي كويس جدا، مفيش صور، مفيش كلام، مفيش تعليقات، مفيش أمثلة، مفيش الحاجات اللي هي دايما اللعيبة الأقوال المقصورة اللي بيكتبوها على الانستجرام وعلى تويتر، دي هما بينقلوها من كتب من أي حاجة وبيكتبوها، لا يقفل خالص الحاجات. السوشيال ميديا يا كابتن شايف إن هي حاجة سلبية ولا إيجابية؟ لا بالنسبة للاعيب الكورة، بالنسبة للاعيب الكورة لو هو مش عارف انه الافراط فيها سلبي يبقى هو حساباته غلط. الافراط فيها سلبي جدا، ولذلك طول ما اللعيب كويس وبيحس ان الامور ماشيه، فبتلاقيه بيكتب وبتاع والحمد لله، ومش يعني بيكتب وهو منتعش وبيلاقي ردود فعل من جمهوره، لكن لما بتحصل حاجه بيروح قافل على طول حسابه. فانت لازم تبقى عامل حسابك انك تكون ذكي،
وبلاش في فتره اللعب الا يعني الا 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 هو يعني الا في الحدود الحدود الحدود، لكن هي مؤثره بشكل كبير جدا الى الان. انا بشوفها على لاعبتنا تاثيرها سلبي جدا جدا جدا، ما فيهاش يعني كهربا اخر مباراه ما فيهاش ايجابيه واحده. حرس الحدود هتبقى اخر مباراه يوم الاثنين، بعدها يوم الجمعه مباراه الاسماعيلي. بالنسبه لكام في المية ممكن كهربا يخش حسابات فاليو يا كابتن؟ لا انا ما اقدرش اقول، هو هو بحكم خبره حضرتك الفنيه. لا هو لو كان ماشي على تدريبه تدريبيا وفنيا انا بعتقد انه يكون موجود ويدخل فرصه انه الماتشات كل 3 ايام فرصة انه يدخل ويجهز بسرعة. بس الاهلي عمل حاجة ايجابية يا كابتن ضياء، ان اللاعب ما توقفش، اللاعب اتخصم منه مبلغ مالي خلاص، وانا اعتقد ان ده حاجة كويسة ان انت تستفيد من اللاعب في الملعب، لكن الامور المالية انت انا مش عايز ادخل في العقوبات، لان انا بتكلم دي حاجة كويسة. لا انا عكس كده، يعني انا يعني تقديري للمواقف دي ما بتبقاش انه اصل بيقولوا بره بيخصموا فلوس وما بيحرموش، الكلام ده مش صح. يعني دي يا كابتن يعني الفلوس فقط دي مش لا مش شرط. انا مع عودة كهربا وقلت ان النادي الاهلي عالج الموضوع بشكل سريع وده كويس، وده واللعيب يعني عالج الموضوع بالنسبه لزمايله بشكل سريع. ينخرط في التدريب دي بتاعت فايلر، هيدخله ولا لا يعني هيدخله مع المجموعه ولا هيفضل يتمرن منفردا؟ يعني هو اتمرن مع الاول لوحده وبعد كده اتمرن مع المجموعه اللي ما شاركتش في مباراه وادي دجله، اعتقد بكره هيبان ايه اللي هيتم. لكن انا بشوف انه في طريق انه يدخل التدريب ويستعد ان شاء الله المكان بسرعه، لكن هو على كهربا انه يكون يسكت خالص الفتره اللي جايه، يركز في تدريبه ولا يعلق لا في انستجرام ولا يعلق على اي حد ولا يعلق على اي مواضيع بقى خدت دوشه 3 ايام او 4 ايام كتيره جدا من هنا ومن هنا ومن الجانب ده ومن الجانب ده، خدت دوشه كتيره جدا لان هو الى الان معلق بين فرقتين، هو في بينه وبين نادي الزمالك قضيه فمعلق مربوط بحاجه، وهو دلوقتي في النادي الاهلي والنادي الاهلي مركز في انه يحسم الدوري خلال 4 ماتشات اللي جايين وانه يخش على السيمي فاينال افريقيا لانه مهم جدا بطوله افريقيا. فالاهلي هيهيئ ده وهيهيئ الكلام ده ويركز. موضوع بقى انه النادي الاهلي او اللعيب اللي بتوقف بنخصم منه فلوس وبلاش الوقف عشان نستفاد منه، ما مش ده مش المقوله دي في مجملها مش صح. يعني في مجملها مش صح احيانا، بس انا مش عايز اقول الكلام ده، الكلام ده ما ينطبقش على لا 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 على على موضوع كهرباء. لا مش خايف، مش انا بخاف. انا مع حضرتك، ما انت عارف انا المشكله ان حضرتك ما بتخافش. احيانا انك تخلص من مشكله خالص، تخلص منها خالص واخد بالك، بيبقى فايده للتيم.